السلام عليكم. بعد تقريبا شهر من المنافسة الكروية والأجواء الرائعة التي كانت في المونديال والذي يعتبر من بين أفضل النسخ في العالم منذ بداية هذه البطولة، انتهى المونديال القطري بتتويج الأرجنتين كبطلة للعالم. قطر أبدعت في التنظيم لحدث كروي عالمي فاق كل التوقعات وحطم كل الأرقام. بعدما تعرضت قطر لحملات إعلامية تشويهية لصورة البلد والتنظيم العربي، جاءهم الرد منا وكان الرد قاسي جدا عليهم. مونديال قطر كان وسيظل مونديال استثنائي من كل الجوانب، باعتباره كان آخر نسخة لعبت بنظام 32 منتخب وكأعلى نسبة مشاهدة للمباريات من داخل الملعب وخارجه. توصل عدد الجماهير التي حضرت في مونديال قطر حوالي 3,410,000 مناصر، لتحتل قطر المركز الثالث كأكثر المونديالات جماهيرية. كما أنه في مباراة النهائي بين الأرجنتين وفرنسا شهد ملعب لوسيل حضور كامل، وبطاقة استيعابية للملعب وصلت بنحو 89,000 متفرج. كما أن مونديال قطر سجل أكثر مؤشر تهديفي، حيث تم تسجيل 172 هدف في 64 مباراة، وهي أكبر نسبة تهديفية في تاريخ المنافسة منذ بدايتها سنة 1930. وكذلك من ناحية الإنجازات، لأنه مونديال قطر شهد تتويج ملك اللعبة ليونيل ميسي بالكأس العالمية وكانت آخر نسخة سيلعبها اللاعب، مع أنه كان آخر مونديال بالنسبة للعديد من النجوم من بينهم كريستيانو رونالدو، لوكا مودريتش، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي والآخرين، نيمار، دي ماريا والعديد من الأسماء. مونديال قطر أيضا شهد ظهور استثنائي ومشرف للمنتخبات العربية، افتتحها الأخضر السعودي بعد فوزه على بطل العالم هذه النسخة منتخب الأرجنتين، واستكملها نسور قرطاج المنتخب التونسي بعدما فازوا على منتخب فرنسا بطل العالم النسخة الماضية، وختمها أسود الأطلس المنتخب المغربي باحتلالهم المركز الرابع على العالم. نسخة مونديالية تاريخية وتحفة فنية لا مثيل لها. قطر هي أول نسخة مونديالية يسجل فيها نهائي 3 أهداف، وكانت من اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، وهذا لم يحصل منذ مونديال إنجلترا سنة 66. يا كاتب التاريخ، أغلق الكتاب وسميه بعنوان ميسي، فلن تكفي الصفحات ولو مر الظهر. وليعلم الجميع أن كرة القدم اكتشفها الإنجليز وأتقنها السامبا وختم علمها الطانغو في قطر. استودعكم الله، سلام عليكم.